وأهم مشاهير الوسط الفني حرصوا يتواجدوا بها اليوم الصعب إلى جانب عائلة الراسي مثل نجوى كرم وعاصي الحلاني وتألة شمعون والمنتج صادق الصباح. ما فينا نقول إلا عم ندعي لهم بالصبر، مأساة كبيرة، يعني كلام صعب، خسارة كبيرة، شاب سهل، يعني أوقات سنة الحياة تكون قاسية تعطي درس للإنسان، إن شاء الله يكونوا تعلموا من هالدرس، إن شاء الله يكون روحه بالسماء هو عبرة اللي عم بيصير فينا. أنا كتير أثرتني نادين لما شافتني، قالت لي شو بدي أمثل لك أي مشهد. هلأ أنا جسمي كله عم ينفض، في أحاسيس كتيرة بدي طلعها. بدالة لنادين أنه وجعك كتير كبير وكاس منه هين أبداً، بس أنت إيمانك كبير ولازم يكون إيماننا كبير، ونحن بنعرف أنه الحياة منا هون، الحياة هونيك. إن شاء الله يكون هو مرتاح جورج هلأ محل ما هو. بدي أقول الله يصبر قلبهم، هيدا كيس كتير صعب، كتير صعب. إن شاء الله ربنا يصبر قلب أمه وخياته وتكون نفسه بالسماء يا رب. بتضمي صوتك لصوتها على الإهمال اللي عم بيصير عنا على طرقات بلبنان؟ ليكي فكرنا كتير قد ما حكينا وانتقدنا. بقول لك الشعب بده دولة، بس الدولة لازم لشعب.